أشغل خبر انفصال الفنان حاتم عمور عن زوجته ومديرة أعماله هند التازي بعد زواج دام لأكثر من 10 سنوات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث عبر أغلبهم عن صدمتهم من الخبر. وكشف مصدر مطلع أن حاتم عمور وهند التازي انفصلا عن بعضهما قبل عدة أشهر وباشرا معاملات الطلاق، إلا أنه لم يتم بشكل رسمي إلى حدود الآن. وأوضح ذات المصدر أن حاتم عمور غادر بيت الزوجية إلى آخر قريب منه من أجل أن يظل قريبا من أبنائه. والتزم كل من حاتم وهند الصمت ولم يعلقا على الأخبار المتداولة حول طلاقهما، إذا اكتفى صاحب أغنية مشيتي فيها بالترويج لجولته الغنائية التي يرتقب أن يقوم بها في عدد من المدن قريبا، فيما احتفلت زوجته بعيد ميلاد ابنتهما في غيابه. وأضافت ذات المصدر أن الثروة سيقتسمها مناصفة مع زوجته بعد مغادرته للفيلا التي تعود لملكية زوجته. يشار إلى أن علاقة عمور وزوجته شهدت توترا في الفترة الأخيرة، حيث ألغيا متابعة بعضهما عبر الانستغرام، كما قاما بحذف جميع صورهما المشتركة عبر ذات المنصة. أما على الصعيد العملي، يذكر أن حاتم عمور أصدر آخر أعماله الفنية بعنوان هي في فبراير الماضي، واستطاعت أن تحقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية على موقع يوتيوب.